احنا التجربه بتاعتنا بتبقى ان احنا بناخد صوت لمده 15 ثانيه في عموم كلام، في عموم كلام. انت عايز تجرب صوت. ده هيتجرب صوت حضرتك في عموم أوكي. كلام الشخص حضرتك هتتكلمي لمده 10 ثواني. انا اسمي لميس الحديدي، انا اهلاويه وبحب الاهلي جدا ومبسوطه قوي ان الاهلي كسب بطوله افريقيا وبشجع المنتخب وبس، وكنت ادبي وما بعرفش احسب اي حاجه. ما بعرفش احسب اي حاجه. اوكي اناليتيكال 64%، دوميننس 67%، فهي مش دوميننت قوي وزن الكونتكست اللي هي الكلام يعني فيه. ايه بالعربي يعني السيطره. ده مايك يونت، دي مايك يونت. ايوه بس ده عشان صوتي كان هادي. سنسيتيفيتي في الكونتكست دوت 74%، فهي لا هي ديفنسيف ولا هي اوفنسيف. اوكي الانتراكشن بتاعها استنى بس من الاول خالص، من الأول. التحكم 67% بس. يعني انت نسبت، انت هنا بتدي وصف، فانت مش بس بتوملي، بس هو كونتكستشوال يعني. مش بتوملي اوامر على الشخص التاني، ففي الحاله دي انا بدي ناريشن. ففي الحاله طب انا يعني لو قريت لك الكلام بشكل مختلف هيطلع النتيجه مختلفه؟ هيختلف النتيجه. فانا لو قريتها التحكم اهو، قال لك التحليل ده تحليل ايه يا ابني؟ التحكم ده حضرتك دي بتبقى حاجه اسمها سيتويشنال برسبكتيف. التحليل ده ايه؟ التحليل ده اللي هو الاناليتيكال سنس في الكلام اللي انا كنت بقوله. حساسيه، سنسبيليتي. انا حساسه والله. 75% والتفاعل 55%. تعال نجربه بشكل تاني. نجربه بشكل تاني. بس اللي بيطلع بقى تحت اكمل باقي. لا جربه بشكل تاني. جربه بشكل تاني. يلا بينا. انا عايزك تزعقي. يعني ممكن بقى تغيري الاسلوب خالص. يعني ممكن تحكي تحكي موقف فعلا تستحضريه هو كان فيه نرفزك يعني. يعني حاجه زعلتك. في تندنسي. لو حد سالك على الزمالك هتقولي ايه؟ بصي قولي اللي بيدو على الرأس انا ده. هات انا عندي. امسكيها في ايدك بقى عشان تبقى الدايره كلها. أنا لميس الحديدي والحقيقة عندي مشاكل كتير، عندي مشاكل في الزحمة، عندي مشاكل في التراب، عندي مشاكل في عدم التزام الناس، مفيش حد بيلتزم بمواعيده، الناس كلها بتيجي يعني بتيجي في موعدها غلط، ساعات الضيوف بيجوا متأخرين ومهما قلنا لهم يا جماعة ده برنامج هوا برضه يجوا متأخرين، مش عارفة أعمل إيه بصراحة. مش طيب. إزاي ده؟ هو هيلود دلوقتي. هو انزعج مني خالص. هنج هو اللي بتاع هنج. طيب هنا ايه ده؟ التحكم قل كمان. التحكم هنا قل. الاناليتيكال بتاعها قل خالص. ليه؟ لان هي خلاص هي ما فيش هنا اناليتيكال سنس، هي بتتكلم رفلي. السنسيتيفيتي بتاعتها زادت على ال 74%. انا حساسه والله. ال 74% زادت 3%. ال 74 كانت 74 بقت 77، والانتراكشن كان اقل من كده بقى 72. انتراكشن ده معناته ان انا عندي ايشيو، خصوصا لو ده اجتمع مع نسبه اناليتيكال سنس قليل. ايوه ثواني، انا دلوقتي طلعت، انا دلوقتي جايه اشتغل عندك، فعشان انا حساسه مش هيشغلوني مثلا ولا ايه؟ بعض الوظائف ممكن ما تتطلبش شخص حساس. معلش يا احمد، ايه الساينس اللي ورا الموضوع ده؟ ممكن الساينس اللي ورا الموضوع دوت، احنا عندنا في اكتر من سيري بتعمل جاستيفيكيشن لفكره الهيومن بيهيفير. وبعدين احنا الحمد لله دخلنا شركات كتير جدا، عدينا على اكتر من 20,000 موظف باشراف من دكاتره صوتيات في كليه اداب جامعه القاهره واسكندريه.